السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم سيد حسين من برنامج جيل الآيباد. اليوم حلقتنا مهمة عن الابتزاز الإلكتروني. هذه الحلقة مهمة حق الأطفال وحق الآباء. خلنا نشوف شلون نواجه الابتزاز الإلكتروني وشلون أحمي نفسي إذا أحد الأشخاص المجهولين كلمني في إحدى البرامج الإلكترونية. وخلنا نشوف الإخوان شلون بيواجهون المشاكل من الابتزاز أو الأشخاص المجهولين. تعالوا ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك؟ عبد الله عباس. عبد الله عباس يحيى. عليكم السلام. سيد مهدي، سيد ميفهم، سيد علي. عليكم السلام. حيدر إبراهيم محمد حسن. حيدر إبراهيم محمد حسن. عليكم السلام. سيد علي مهدي. عليكم السلام. سيد هادي محمود محفوظ. سيد هادي محمود محفوظ. عليكم السلام. سيد جواد، سيد باقر، سيد جواد. من أعطيك أسئلة بسيطة، نبغى تعطينا سؤال وتفضفض. تستخدم تليفون أو جهاز آخر؟ تليفون. وإيش الموقع اللي تستخدمه أو الألعاب اللي تلعبها؟ ببجي، إنستغرام، يوتيوب، واتساب، تويتر، إنستغرام، سناب شات، واتساب. أزهر برنامج تستخدمه؟ اليوتيوب. ما دام تستخدم اليوتيوب أكيد تطالع برنامج جيل الآيباد. كيف؟ تضرب لايكات. هي. إذا أنت تضرب لايكات، ليش ما تقول لهم ضربوا لايكات؟ ضربوا لايكات شباب. تليفون، بلايستيشن بعد ساعة، واتساب، إنستغرام، يوتيوب. الألعاب، عدد لنا ألعاب. ببجي بس. واتساب. إيه. وإنستغرام، يوتيوب، الكيرم. كيرم من الألعاب أصلاً. بليار. بليار. لعبة اسمها قاري. واتساب، إنستغرام، سناب. واتساب، يوتيوب. بعد. إنستغرام. بعد. فيسبوك. لحين تستخدم الفيسبوك؟ أنا أحس من قرض، ما حد يستخدمه أحد. وصلت من البطاقة الشخصية عبد الله عباس يحيى. نعم صح. فشفنا إحنا بداية البطاقة الشخصية 060 يعني 2006. صح. أنا أعرف عنك كل شيء وهددك. وش بتسوي؟ ما تدري. لا خلاص، أنا الصهني وصلتنا صورة البطاقة الشخصية ورقم جوازك والاسم. خلاص نقضي عليك قضاء. الحين احنا قلنا لك كذي، لو صار لك هالموقف، واحد حصل على رقم جوازك، اسمك، صورتك، وش بصير ردة فعله؟ خبر اهلي. امك لو ابوك؟ الابو. الابو حلو، عنده خبره انه في هالسوالف. الابو عنده خبره بهالسوالف. لو كلمك احد ما تعرفه او وصلتك رساله غريبه، وش بتكون ردة فعلك؟ ترد؟ ارد. ترد عليه؟ كتب لك وش اسمك؟ بقول له اسمي. كم عمره؟ بقول. رقم بيتكم؟ لا ما بقول له رقم بيتكم. صورة؟ لا ما بقول. إذا عرف اسمك احتمال يتعرف على أشياء زي مثل صورة ورقم بيتكم. عرف اسمك، إجي المنطقة اللي أنت فيها ساكن فيها، يسأل أي صغير، صغير ما يعرف هالأشياء، يقول لي تعرف حيدر إبراهيم؟ يقول لي إيه أعرفه حيدر، إيه أعرفه. وين بيتهم؟ يقول بيتهم هناك. ودي فين؟ ما في دليل تاني يصير دليل. يعني الحين ما نعطي ولا معلومة حق أشخاص ما نعرفها أبداً. وإيش بتسوي إياه؟ لخ بلوك. بس بلوك؟ بس. ما تخبر بيتكم، أهلك، بس بلوك؟ بس. بس. الحين أنت قلت بتعطي بلوك، افترض افتراضاً. زين، ما عطيته بلوك، نسيت البلوك ذاك اليوم، اخترب وقال لك طرش لي اسمك، رقمك، وش بتسوي؟ ما اقول لابوي. تعجبني يا سيد، هذا الشيء واجد ممتاز. ايش اعطيه بلوك؟ تعال اروح اقول لهم. اعطيته بلوك في الرقم هاي، اخذ رقم ثاني وتكلموني اياه. من بس خلي ابوي يكلم. حلو، اجابه منطقيه واجابه صراحه تعجبني. ان انت الخطوه الاهم ان تخبر اهلك. ببجي يستخدمونها مناطق عديده. أحد كلمك من السعودية، الإمارات، الكويت، حتى لو من البحرين وأنت ما تعرفه؟ ولا كأني شفت لا صار شيء. تتجاهله. حلو، واصل تكلم وياه. نفس الحالة. نفس الحالة تسين. اتصالات. اتصالات حكومة إلكترونية. وبيتكم؟ وإيش دران إن البيت يفهمون في السؤال. أنت عمرك كم سنة؟ 15. 15 سنة، البيت عمرهم أكثر من 15 سنة، ومرت عليهم حالات ويعرفون مصلحات، هم أدرى بك. بس ما يفهمون الأوامر والسوالف. عادي عرف لمصلحات. إيه أوريدي يعني. أنت قلت سيدة تروح الحكومة الإلكترونية. أنت قلت بعد
إن بيتكم ما يعرفون حق الحكومة الإلكترونية. أنت ما تعرفون كم بعد حق الحكومة الإلكترونية؟ أتصل للشرطة ويعطونا رقم الحكومة الإلكترونية. يمكن البيت حافظينه. تسألتهم مرة عن الرقم؟ يصير أسألهم. يعني في كل الحالات إن لازم ترجع حق بيتكم. جاك اتصال فيديو أو مكالمة طبيعية؟ ردت فعلك؟ أول شيء برد عليه باشوف أول شيء بوين. رقم غريب. يمكن أعرفه. يمكن تعرفه حلو. لا ما أعرفه إذا عيد طالب هذا. أقطع بعد أعطيه له. على أخبر أبوي إنه قاعد يكلموني وما أدري يطالبون هذا. سنين. العمر وما أدري. أهلا بكم، أنا ريحان، أحكي حكاية في كل مكان، أحب أن أستشف كل جديد وأتعلم كل مفيد، فذلك يجعلني طفل سعيد. هل أنتم في شوق للالتقاء بريحان؟ مثلما أنا سعيد بلقائكم مرة أخرى. هيا بنا نستكشف المعاني ونستخلص العبر. أولا، هل صادفكم يوم ودعيتم إلى صداقة عبر الإنترنت من شخص لا تعرفونه؟ قبل الإجابة، هذه نصيحة ريحان لكم، يجب ألا تصادقوا من لا تعرفونه عبر الإنترنت حتى ولو كنتم تثقون به، لأنه في النهاية سيبتزكم إلكترونياً، سيسألكم بعض الأسئلة مثل أين تسكن؟ كم أخ لك؟ أرني صورتك وحدثني عن نفسك، أريد أن أتعرف عليك بشكل أكبر، فأنت صديقي. وعندما تقوم بإرسال صورتك سيقوم هذا الصديق غير الحقيقي بطلب النقود منكم، وإن امتنعت عن ذلك فسيقوم بتهديدكم بنشر صوركم على مواقع التواصل الاجتماعي. هل رأيتم النتيجة أيها الأصدقاء بعد مراسلة شخص لا تعرفونه؟ فها هو الآن يبتزكم. ولكن هل تعرفون الابتزاز أيها الأصدقاء؟ الابتزاز هو أن يقوم شخص بتهديدكم وتخويفكم بنشر معلومات تخصكم مقابل أن تدفعوا مبالغ مالية، لأنه كان يمثل أنه صديقكم حتى يستغلكم. هل استوعبتم الدرس أيها الأصدقاء؟ إلى اللقاء. وصلنا وياكم أحبابي إلى نهاية الحلقة، ولا تنسون وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. شباب ترى انا استحي خليني هنا في التلفزيون. انا احيانا بيك اسئله، بسالك اسئله ما بس اسئله. شباب اضربوا لايكات. هلك ليش؟ ما تبين وجهك الا بنا. وش بتكون رده فعلك؟ ترد تجاوب بس بتقول لأبوك ما تروح حق أمه. فاية واحد جواب تمام إيجابي تحت سنعلت نمو إيجابي أمك وأختيوك من منطقة بعيدة أو حتى من المار البحرين. نقول له ونرحب جمهورنا من الجمهورية العراقية. ما في شيء يعوض عن الأهل. دي الآيبا طالع من الدوري وطالع من الأبطال وطالع من الكاس. عمر بعد رقم واحد. رقم واحد احتمال يكون رقمك رقمين يعني. عمرك بعد ليش تفاجئ العمر يعني؟ تبعت 10 عام.